سلام على رياض السيداوي من جنيف، معنا مباشرة في إطار البحث والتحليل وقراءة ما يحدث. سيد رياض السيداوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي زهير وفاطمة وكل مستمعيك الكرام. شكرا على قبول الدعوة من جنيف. كيف عشتم ما عشتم البارحة من قرارات رئيس الجمهورية وصولا إلى خروج الناس بكل عفوية إلى الشوارع فرحا بالقرارات؟ أنا والله كنت في تونس لمدة شهر، أمضيته بين سوسة والقيروان وسيد عمر بوحاجة تحديدا لمدة شهر، ورجعت نهار الأربعاء الفات إلى جنيف، يعني شهر كامل ونعيش مع الشعب التونسي في كارثة الصحة، كارثة كورونا ويعني شبه انهيار المنظومة الصحية والغلاء الفاحش الأسعار. نشوف يا أسعار عادة نشي من فرنسا هنا بجنبي تصير أرخص من الأسعار في تونس، اللي أنا أدخل في أوروبا 10 و20 و30 مرة أكثر من تونس. فهمت أنه الشعب في حالة ما قبل الانفجار ويجب أن ينفجر، يعني تونس وصلت إلى مأزق سياسي، مأزق اقتصادي، مأزق اجتماعي، مأزق صحي، فيجب أن يحدث منعرج، يحدث شيء جديد يقطع مع الماضي. العلوم الفلسفية يسموها القطيعة الابستيمولوجية، القطيعة الابستيمولوجية أحدثها الشارع البارحة في ذكرى 25 يوليو، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية وذكرى أيضا استشهاد صديقي وأخي الله يرحمه حاج محمد إبراهيم الله يرحمه. بالنسبة لي طبعا كل ما شاهدته وما ننساوش ذكرى وفاة أيضا الرئيس الراحل الباجي قائد سبسي، الباجي قائد سبسي أيضا بالضبط. فبالنسبة لي المقاربة الأولى المقاربة الدستورية القانونية، كل شيء في إطار الدستور. بدأت أصوات تنعق في الداخل والخارج تتحدث عن انقلاب. عن أي انقلاب نتحدث؟ رأوا الانقلاب كي يجي رئيس أو يجي حاكم من خارج الانتخابات. الرئيس قيس سعيد رأوا منتخب من الشعب ومباشرة وبنسبة 72%، والمنظار ما زالت مستمرة بالضبط 2024، وحتى لو انتخب 51% الأغلبية البسيطة كافية حتى يكون رئيس شرعي بنسبة 100%، شرعيته بنسبة 100%. إذن لا مجال، وما نحبش نسمع كلمة انقلاب في تونس طبعا أو في الخارج في إطار هجمة شرسة على الرئيس قيس سعيد. ونتبع فيها الهجمة هذه لها أكثر من عام بالضبط من أذرع من العالم.